عمر، تخيلت انك ممكن تعمل رخصتك في 12 او 15 دقيقة؟ سمعت عن خدمات المرور الجديدة اللي تم الاعلان عنها واطلاقها من 20 فبراير الحالي، خدمات لاول مرة يتم اطلاقها عن طريق المرور المصري، وهي خدمات بصراحة انا شايفها من وجهة نظري الشخصية خدمات قوية جدا جدا، تقدر من خلالها انت تتواصل مع ارقام المرور والمرور يجي لحد عندك تحت البيت. تخيل كده انك ممكن تجيب ادارة المرور وحدة سيارات المرور المتنقلة تكون عندك تحت البيت علشان تعمل لك فحص للسيارة بتاعت حضرتك وكمان تعمل لك تجديد لرخصة. كل الموضوع المطلوب منك انك هتتواصل على رقم خاص بالمرور وبتطلب وحدة تجديد الرخصة او الفحص للسيارة تكون عندك عند مكان اقامتك تحت باب بيتك، او كمان ممكن تجيلك في مكان العمل عندك، او ان انت تطلبها بالتليفون عن طريق الاتصال برقم 1358. هنتصل يا جماعة ب1358 وبتطلب وحدة اللي هي المرور المتنقل اللي هي علشان طبعا تجيلك وتعمل الفحص تحت البيت، وزي ما قلت بتيجي في ممكن في المنشآت الصناعية في مكان شغلك او في المنشآت التعليمية سواء كنت بتشتغل هنا وهنا ممكن تجيلك هنا او هنا حسب المكان اللي انت طالب فيه الوحدة تجيلك. وحدة او خدمات المرور الجديدة اللي تم اطلاقها خدمات مميزة جدا جدا، هتقدر تستفيد منها في كثير من الامور. يعني ممكن كمان ان انت عن طريق هذه الخدمات كمان بتعمل زي ما قلنا بتعمل فحص للسيارة وكمان بتعمل اللي هو استخراج رخصة السير ورخصة القيادة واستخراج ملصق الكتروني وفحص آلي زي ما قلنا ومستلزمات مرورية للسيارة، طبعا السيارات اللي هي الملاكي والنقل الخفيف ده لحد طن ونص. كل هذه الإجراءات ممكن انت تعملها من خلال الخدمة الجاية اللي بيقدمها لك المرور، وطبعا بالاتصال برقم 1358. رقم مرة تانية لحضراتكم زي ما قلنا 1358 1358 هي طبعا هي رقم خدمة المرور الجديدة او خدمة المرور المتنقل، تقدر تطلبه عن طريق هذا الرقم ويجي لك لحد مقر عملك او لحد مقر بيتك. طبعا الموضوع ده اتعمل علشان يخف من حدة التزاحم في طبعا ادارات المرور المختلفة، وكمان كمان تسهيل وتيسير امور على المواطنين، وده طبعا خدمة انا شايفها خدمة ممتازة جدا جدا هتساهم في حل كثير من ازمات المرور وتلخيص الاجراءات. انت ممكن او كنا بنقعد مثلا عشان نخلص تجديد رخصة او فحص السيارة ممكن بتاخد لك يوم كامل او اكتر، انت النهاردة ممكن تعمل فحص السيارة بتاعتك سواء بالاتصال برقم يجيلك لحد باب البيت او تتصل بالرقم نفس الرقم ده تروح انت للسيارة لحد مكانها اللي هي موجودة فيها وتعمل فحص خاص بالسيارة بتاعت حضرتك، وكمان رخصة بتطلع لك حوالي في 12 دقيقة او في ربع ساعة بكتير تكون مخلص كل اجراءاتك، ودي خدمة ممتازة جدا من ادارة المرور. تم بدء الخدمة الفعلي زي ما قلنا يوم 20 فبراير، وطبعا تم تجهيز الخدمة بعبارة عن مراكز متنقلة للخدمات المرورية، وطبعا جت على مستوى المحافظات الإدارية ده كبداية محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومحافظة الإسكندرية ومحافظة أسوان ومحافظة مطروح. بيبدأ العمل طبعا من الساعة 10 صباحا لحد الساعة 10 مساء، وده على مدار أسبوع زي ما قلت من 10 الصبح ل 10 مساء، وطبعا ده تمهيدا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية خلال الفترة الجاية. المراكز المتنقلة دي طبعا مدعومة بالقوة البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونية بالكامل، وده بيكون بدون أوراق وبيكون بنظام الدفع الإلكتروني. ده طبعا في إطار الاستراتيجية الخاصة بوزارة الداخلية اللي طبعا عندها هدف محدد هو طبعا اتخاذ كافة إجراءات اللي هي من شأنها طبعا تحديث الخدمة للجماهير والتأثير عليهم، طبعا أمور استخراج التراخيص والفحص الفني للسيارات وما خلافه من الخاص بموضوع تجديد السيارات والرخص. طبعا ده كان الموضوع الخاص بينا النهاردة عن الخدمة الجديدة اللي انا شايفها خدمة اكثر من روعة خاصة بالمراكز المتنقلة اللي طبعا تجديد رخص السيارات وتجديد اللي هو الفحص الفني للسيارة والتجديد بشكل عام كسيارة كرخص القائد، وطبعا احنا قلنا الحاجات الخدمات اللي هي بتقدمها هذه الخدمة الجديدة. اللي طبعا عاوز يتواصل مع هذا الرقم عشان نيجي المركز لحد عنده زي ما قلت على رقم 1358
تمانية واحد تلات خمسات تمانية، تقدر تتواصل مع هذا الرقم وتيجي لحد عندك سيارة الخدمة المتقنة الخاصة بالمرور. حبينا ننقل لكم الخبر الجميل دوت علشان الناس من أصحاب السيارات طبعا اللي عارفين المشاكل الكتيرة اللي تقابلهم من خلال تجديد الترخيص في الأماكن المرورية، وطبعا كل واحد عارف الجزئية دي، عارف أنا بتكلم في إيه، وعشان كده حابين الخبر لحضرتكم وإن شاء الله يكون مفيد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.